يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى النساء تسأل بأنها في إحدى ليالي رمضان ضبطت الساعة قبل أذان الفجر بنصف ساعة، ثم إنها قامت وشربت الماء ظنًا منها أنها قبل الفجر، إلا أنها فوجئت أنها شربت بعد الأذان، وتسأل ماذا عليها لأنها تنوي صيام الست من شوال. تصوم غيره يوماً والحمد لله، الأمر سهل، تصوم غيره يوماً. نعم.